إذا كنت تعاني من ضعف عضلات الصدر العلوية فقد يكون حان الوقت لإجراء بعض التعديلات على تدريبك. سوف نقدم لكم برنامج يركز على عضلات الصدر العلوية يجعلها تنمو بشكل أسرع. وتذكر أن التغذية جزء مهم في الحصول على عضلات، لذلك من أجل التحول السريع تحلى بالصبر والانضباط. لا تنسى الضغط على لايك ولنبدأ على بركة الله. نبدأ بالتمرين الأول، ولكن يفضل الإحماء قبل بداية البرنامج. للاستفادة من تمرين الأنكل بنش بريس استخدم مقعد قابل لتغيير درجة ميل الكرسي. تحدى نفسك عن طريق القيام بمجموعات في وضع مختلف لزاوية الكرسي، مثلا العب 3 مجموعات، في كل مجموعة قم بتغيير ميل الكرسي، وهكذا سوف تتمكن من استهداف الصدر العلوي بشكل أكبر. يساعد هذا التمرين على استهداف ألياف الصدر الوسطية، كما أنه يساعد على تمديد عضلات الصدر وإصلاح مشكل الكتف المنحني. العب 3 مجموعات والعب 12 تكرار في كل مجموعة، ويفضل لعب كل يد لوحدها لزيادة التركيز على العضلة أكثر. نبدأ الآن في التحلية بعد أن نأخذ قسط من الراحة لتنشيط الجسم، وتأكد بشرب الماء جيدا. اضبط الكرسي على درجة 30 إلى 45 درجة، وعند إنزال الدمبل تكون مائلة قليلا لاستهداف الأنسجة بشكل أكبر والضغط عليها. العب 3 جولات، في كل جولة تقوم بزيادة الوزن وإنقاص التكرارات، مثلا العب 12 تكرار بوزن مرتفع، ثم قم بلعب 10 تكرارات مع إنقاص الوزن، وهكذا تستمر. الضغط الكبير هو سر رياضة كمال الأجسام، وهذا ما يوفر لك هذا التمرين. هذا التمرين يمكنك من تحطيم الصدر العلوي بامتياز. إذا كنت تلعب الصدر ب 20 أو 30 كيلوغرام فيفضل اللعب ب 10 إلى 15 كيلوغرام للتحكم بشكل أكبر في التمرين. هذا التمرين يستهدف الصدر المستقيم، ولكن يتم استهداف الصدر العلوي والصدر السفلي بطريقة ثانوية، مما سوف يؤدي إلى ضخ الدم بشكل أكبر للعضلة. اكتفي باختيار وزن متوسط ولعب 3 جولات بلعب 12 إلى 10 تكرارات. لاحظ أن أغلب المتدربون يهملون هذا التمرين كثيرا، فيعد هذا التمرين من أفضل التمارين لعضلة الصدر العلوية والكتف الأمامي. إذا كانت أول مرة تجرب هذا التمرين، ابدأ بوزن خفيف للحصول على حركة صحيحة، ثم قم بزيادة الوزن بشكل خفيف. واحد من أفضل تمارين العزل للصدر العلوي، ويمتاز أنه يقلل الضغط على مفاصل الكتف، كما أن نتائجه سريعة. اختر وزن خفيف ولعب 3 جولات مع لعب تكرارات من 8 إلى 12. انتهت الحصة هنا. امنح لعضلة وقت للاستشفاء على الأقل 72 ساعة. بعدها يمكنك لعب باقي أجزاء الصدر، مثلا الصدر الوسطي والسفلي معا. وأخيرا، إذا استفدت معنا لا تنسى دعم المقطع ومشاركته، واكتب تعليق إذا كان لديك أي سؤال.